هذا البودكاست بالتعاون مع بودلاينز. كاسدورا بودكاست سياحي نستكشف فيه أسرار جنة الأرض تركيا. مع صوت فيروز الممزوج بموسيقى زخات المطر على شباكي وريحة القهوة الدافية، شردت ورحت مع ذاكرتي مشاوير عمرها فوق 20 سنة. قديش عشت بالصدفة تجارب ما طلعت منها مثل ما فدا، حولتني لحدا تاني. إن كنت مبتسمة أعبس، وإن كنت عم ببكي أضحك من قلبي. رخائي يصير حزم، أو قسوتي تقلب لرأفة وحنان، وكل هاد بلحظة واحدة بس. الأقدار المكتوبة إلنا بخيرة وشرة كفيلة تغيرنا، تمحي مخططاتنا وتبدل أحلامنا، بس الأكيد ولا مرة قدرت تستعيض جوهرنا الأصيل النبيل بأي شيء تاني. تماماً مثل ما تقبلت بلاطات هداك الحي دعسات العدا من زمان. وخطواتنا بكزدورتنا الجديدة معي أنا إيمان مخلوطة، وأنا رخاء الحرش، كتبت لنا ياها كندا العامود. أخيراً العطلة الدراسية الأولى بالفصل الأول لهالسنة بلشت، ولأني وعدتهم من شي 3 سنين أو أكتر يمكن أخذهم على تقسيم ووعد الحردين، لا بس لأنه هن ما بينسوا، جهزنا حالنا وركبنا بمترو M2 أو خط حجي عثمان من محطة يينيكاب لننزل بمحطة تقسيم يلي كنا موعدين بساحتها إيمان وكندا على الساعة 10:30، ومن قلبي كنت عم أدعي ما يتأخروا علي. كيف ممكن نتأخر والمواصلات يلي بتودي على تقسيم متنوعة وعلى مدار الساعة؟ أنا طلعت بكير من البيت، ركبت المتروبوس المتجه لزنجير الكويو ونزلت بمحطة شيشلي مجيدية كوي، وبعدها وبدون حتى ما أضطر أطلع للشارع العام ركبت بالمترو المتجه لياني كابو ونزلت بمحطة تقسيم. أما كيندا فركبت دولموش، يعني مثل ما منقول عنا ميكرو، من أطا كوي شيرين إيفلر لتقسيم، والتقينا فيها بالساحة. خيارات المواصلات متنوعة من ترام لفينيكلير أو مترو أو حتى باص، ومخدمة كل اسطنبول. وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبحر البر حين اغترب، وإني أحبك، أنت بداية روحي وأنت الختام، يطير الحمام يحط الحمام. استقبلتنا بكل حب وسلام ساحة كبيرة الحمام مغطي جزء منها، والناس عم بيرشوا لهم بزر ويحطوا لهم طاسات المي، وطبعا بيحاولوا يتصوروا بينهم كذا مره. طبيعي هالشي، الاطفال ما بيهمهم يوثقوا اللحظه قد ما بيهمهم يعيشوها، فبيركضوا بين الحمام وبيلعبوهن وبتعلى صرخاتهم وضحكاتهم كل ما رف طير قدامهم. وبنص ميدان تقسيم في نصب الجمهوريه الكبير والمذهل، تشيد بتاريخ 8 آب 1928 ميلادي. بعد الحرب العالمية الأولى حاول الغرب كتير إنه يستعمر تركيا، لكن الشعب تصدى لهم بكل بسالة، واستمرت حرب التحرير والاستقلال من عام 1919 لعام 1923. وبعد الانتصار أعلن تأسيس الجمهورية التركية، وصار في حاجة لوجود ساحة للاحتفالات الوطنية، فوقع الاختيار على ميدان تقسيم. نحت نصب الجمهورية الفنان الإيطالي الشهير بيترو كانونيكا، وتكلف المعماري الكرواتي جوليو مونجيري بتنظيم الميدان حوالين النصب. التمثال من الجهة الشمالية بيحكي قصة مقاومة الشعب التركي وبطولة جيشه، أما من الجهة الجنوبية فبترمز للدور السياسي والدبلوماسي
للجمهورية التركية الفتية. بتصور مصطفى كمال أتاتورك بجانبه رئيس الوزراء عصمت ينونو ورئيس الأركان العامة فوزي تشاكماك، بالإضافة لضابطين روس وراهن هن ميخائيل فازليفيتش فرونزي وكليمنت فوروشيلوف، بإشارة للدور السوفيتي بمساعدة تركيا أثناء حروب الاستقلال. وبالجهتين الشرقية والغربية منلاقي بورتري لامرأتين، واحدة محجبة وواحدة ممحجبة، بإشارة لاحترام المرأة التركية أيًا كان توجهاتها. وهيك منكون عرفنا سبب تبديل اسم الجادة الرئيسية بتقسيم من الشارع الكبير لشارع الاستقلال. أما معنى تقسيم فجاية من كونها منطقة مرتفعة بنص اسطنبول، كان فيها من أيام العثمانيين شبكة المياه الرئيسية يلي بتقسم حصص الأحياء من المياه الصالحة للشرب. ومن جهة تانية التقسيم هو اللحن لجملة موسيقية واحدة بترجم الأحاسيس مع مراعاة المقام، بيكون له بداية واضحة ومجال ونهاية ملحوظة. أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، وندي من همت في غرته وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه وتكى وسقاني أربعا في أربعي. مشهد خلاه ببداية شارع الاستقلال كلنا وقعنا بحبه. مأذنة جامع تقسيم يلي حكينا عنه بحلقة بتحمل عنوان اسم المسجد بتطل على أجراس كنيسة عتيقة والحمام طاير بيناتهم. بياع السمت عم ينادي والترام الأحمر العثماني عم يزمر ليعلن بدء رحلته يلي بتوصل من تقسيم لشيشانة. ولد صغير لابس طقم من العشرينات وعلى راسه طربوش الأفندية على ملا صوته الناعم عم ينادي بوغون جزتلري بوغون جزتلري، يعني جرائد اليوم. على يمين الشارع وورا الجامع مباشرة شفت ثلاث صبايا حاملين بإيدهم كتب فرنسية وداخلين على المركز الثقافي الفرنسي، وعم تناديلهم صبية فرنسية بلهجة تركية مكسرة وحلوة كتير لتقلن تعالوا لا تضيعوا هالغنية الحلوة، تعالوا اسمعوها وانبسطوا معي. عرفت إنها أنست اللغة تبعهم يلي على الرغم من دقة مواعيدها بس موسيقى الشارع يلي بيعزفوها الهواد أسرتها وعيشتها بفرح. معها حق، كانت فرقة مكونة من 5 شباب عم يعزفوا على الآلات الموسيقية التراثية أغاني كلها حماس وحركة وحب وسعادة. بس يلي شدنا أكثر شكل الحلويات الشرقية المصفوفة وكأن لوحة أو مجسم معماري أثري عند محل حافظ مصطفى الشهير يلي افتتح عام 1864 ميلادي. ما حدا فينا قاوم المنظر، اتجهنا لعنده لنشرب كاسة الشاي التركية المخمرة على أصولها مع قطعة بقلاوة جدا شهية. ونحن ماشيين لفت انتباهي جوني ديب عم يطلع فينا من واجهة محل ومبتسم. وقفت شوي دققت منيح، عن جد هذا جوني ديب الممثل الهوليوودي؟ ليه هيك عم يطلع فينا؟ رحنا لنتصور معه وناخد أوتوغراف منه. كل ما نقرب نحتار أكتر، ليه هيك ثابت وليه العالم مو منتبهت له؟ معقول؟ ولما وصلنا قريب من الواجهة يلي عم يطل منها قلنا رجل الحراسة أهلا وسهلا بمتحف الشمع مدام توسو، وحفاظا على ماء الوجه ولأن فرصة نتصور مع مشاهير العالم عبر الزمان والمكان ما بتتعوض قطعنا تذاكر ودخلنا. بيختلف سعره بين الطلاب والأتراك والسياح. أول تمثال كان لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك مع مجموعة من صوره على الحيط والنشيد التركي كخلفية موسيقية حطتنا بأجواء أيام الجمهورية الأولى. بعد أقل من متر تلاشت موسيقى النشيد لتبدأ موسيقى عثمانية أصيلة، وعلى عرشه قاعد صاحب العنق الطويل والعمامة الكبيرة السلطان سليمان القانوني قلب السلطنة الشجاع.
وشوي شوي بتبلش الموسيقى الصوفية تاخدنا لنسيم العشق الإلهي مع حضرة مولانا جلال الدين الرومي. وبين بربروس وموزارت وصبيحة كوكجان، أول طيار مقاتل من النساء في العالم، مع أينشتاين وميسي، شاربوفا وبوب مارلي وبرينسات وغيرهم كتار من مشاهير الدنيا، قضينا ساعة من أجمل الأوقات بمتحف مدام توسو للتماثيل الشمعية يلي تم افتتاحه باسطنبول عام 2016، وهو فرع من 24 فرع بمدن مختلفة من العالم. ومن باب الخروج لقينا حالنا بقلب مركز تسوق صغير في مجموعة من محلات الألبسة والأحذية والهدايا وغيرها، وكانت القعدة على كرسي المساج الكهربائي بكم ليرة بس مريحة ومفيدة جداً لنقدر نكمل كزورتنا. كنيسة سانت أنطونيو واحدة من أبرز معالم اسطنبول، مبنى أحمر ضخم بيتوسط السماء زرقاء، على واجهته ثلاث شبابيك ضخمة دائرية منقوش عليها ورود، والشكل العام للصرح هو الصليب مغطى بالأرميد. أما حيطان الداخلية مغطاية بحجر الفسيفساء، منارة يا بالشمع يا بضو الشمس من برا، بديروها من وقت تأسيسها عام 1906 رهبان إيطاليين. تمثال القديس أنطونيو المنحوت على صخرة بقلب الكنيسة لوحات المعمودية الفسيفسائية. بديع الفن المعماري مع أصوات التراتيل يلي بأكثر من لغة بتوضح لنا ليه البابا يوحنا الثالث والعشرين، أو مثل ما بيتلقب بابا تركيا، قرر يسكن فيها لحد ما يموت. عرض الجبهة الخارجية للكنيسة 38 متر، بيطل على شارع الاستقلال، وهي واحدة من أهم الكنائس الكاثوليكية باسطنبول ومثال للتعايش السلمي بتركيا. الانبهار والدهشة زادوا لما زرنا دير سانتا ماريا يلي كمان بيطل على جادة الاستقلال بتقسيم، أنشئ عام 1584. رعايا الكنيسة أساساً هنن من الشوام اللاتين، يعني كاثوليك من خلفية إيطالية وفرنسية، هنن بالأساس تجار الجمهوريات البحرية جنوة والبندقية الإيطاليتين والممالك الصليبية، بالإضافة إلى الفرنسيين يلي إجوا مع الحملة الصليبية الرابعة، ولسه أغلبهم عايش باسطنبول، إضافة لكاثوليك أتراك عرقياً ومن حلب وأرمينيا. بعد ما ننزل على درج الدير منشوف واجهته يلي من الحجر القديم، بتزينه بالنص أيقونة ضخمة وأحواض الشجر داير من داره. إيه عجيبة أنت يا اسطنبول، مثل الشام أملى الكل. على سيرة الشام، إن فاتكن تمشوا بشوارع ساروجا والإيمارية وتعدوا بأهاويها وتاكلوا من كروسانات الطيبة، فتوأمها موجود باسطنبول. بيتميز شارع الاستقلال بأزقته الجانبية الخفية الرائعة، ومن أشهرها هازولو باساج، ممر ضيق على جوانبه محلات فضة وهدايا مميزة مثل دفاتر ورقها معتة أو محابر أو بوصلات بحارة. بنهايته في ساحة بلاطة قديم وأبنيتها أقدم، وكلها مقاهي نسمع جملة من هون بالعربي ومن هون بالفارسي ومن هون أرمني وتركي. بعد استراحة بسيطة هناك قررنا نفوت على أكثر من زقاق، دخلنا على سوريا باساج وعلى ساهنة سكاك وعلى تركوس تشيكماز يلي بيبيع الملابس بأسعار رخيصة. من أكثر الممرات يلي بتقدر تجذب وتشد هو ممر الأطلس أو أطلس باساج، يلي بناه المصرفي الأرمني أغوب كوجيولو عام 1877، ومن ضمن المبنى واحدة من أقدم السينمات بتركيا، سينما الأطلس. تحولت اليوم لمتحف السينما التركية، كل شي هون مدهش، نقوش الحيطان، زخارف السقف، الأدراج الرخامية، التفاصيل بتحكي بروح حضارة القرن التاسع عشر، وترممت بعد كل كارثة بأمانة وإتقان. مادة السينما كانت من أمتع المواد الدراسية بالجامعة، وكان دكتورنا اللطيف ينهي كل محاضرة بجملة تحيا السينما. يا ريت يا دكتور تكون عم تسمعني هلأ، أنا عم عيش السينما التركية مراحل تطورها ليومنا هاد، الإضاءة الموجودة، مخابر تحميض الأفلام، المعدات يلي بتشبه الكاميرا، فتت بأفلام الماضي وعشت مع طاقم العمل وممثلين الأتراك، حتى حسيت أني عم أتحرك بسرعة مثلهم.
عن جد تحيا السينما. شقة الأبرياء أو ماسوملار أبارتمانا، عمل درامي تركي مبني على أحداث حقيقية روتها الطبيبة النفسية جولسيرين بوداجوغلو. تحكي عن عائلة كل فرد منها بيعاني من اضطراب نفسي معين، كيف بيواجهوا الحياة القاسية، طريقة تعاملهم مع مجريات الأمور، سقطاتهم، سكناتهم وخيباتهم. مسلسل حقق نسبة مشاهدات عالية جداً، الترجم والدبلش لعدة لغات. يلي خلانا نحكي لكم عنه لما لحقنا تجمهر للناس وحبينا نعرف شو في. سمعنا 3-2-1 أكشن، وعرفنا إنه هالمبنى القديم يلي بوابته حمراء وحيطانه مخربش عليها صار مكان بيقصدوه محبي الدراما التركية ليتصوروا مطرح ما تماهت الممثلة التركية ذات الأصول العربية فرح زينب العبدالله بشخصية إنسي، ونفست غضب كل مأهور بصرختها الشهيرة. العقار المصري أنشئ على نمط الفن المعماري الأوروبي، بدأ بناؤه عام 1905 وانتهى عام 1910. معظم مواد البناء اجت من باريس. مهندسه ومخططه والمشرف عليه المعماري الأرمني هوفسيد أزنافوريان. سموه بالعقار المصري لسبب واضح، بعد زواج عباس حليم من بنت الخديوي توفيق عام 1895 صار ينتقل بين القاهرة واسطنبول كتير، فقرر شراء مسرح قديم مهترئ بالشارع الكبير أو يلي منسميه اليوم شارع الاستقلال، وبنى على أنقاضه عمارة سكنية من 6 طوابق ليسكن فيه هو وعياله. سكن بالمبنى مؤلف النشيد التركي عاكف أرسوي، ومنلاقي بوحدة من الشقق صورة تذكارية جمعت مجموعة من الشعراء والأدباء منهم محمد جمال وعاكف أرسوي متناسين خلافاتهم الفكرية والسياسية. كان أرسوي مؤيد للسلطنة وجمال مؤيد للجمهورية، لكن المؤكد هو اتفاق على حب وطنهم أيا كان شكله. شارع بطول 1.5 كيلومتر، كنا 6 أشخاص من 2 مليون إنسان زاروا الشارع يومها. أضحكنا وفرحنا، سمعنا مختلف أنواع الموسيقى واللغات. خبطت بكتفي صبية إسبانية، ضحكت لي واعتذرت، وصورت رجال كبير مع مرته طالعين يحتفلوا ب45 سنة زواج مع بعض. كتير طلعت الصور حلوة. ابني رقص مع بنوتة تركية رقصة على ألحان الغنية الكردية وتعانقوا بعدها، وبنتي كانت مثل الأميرة وهي نازلة من الترام الأثري. شارع ببس السعادة. وقت خطر على بالي أمر مزعج، نساني يا ابتسامة الخطاط وهو عم يعلق لوحة مكتوبة عليها بوداجتشار، يعني حتى هذا سوف يمضي. صحيح، بوداجتشار. يمكن عم تسألوا ليش حكينا عن الأقدار ببداية حلقتنا؟ رح أقلكن ليه. بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022 كنت على موعد مع رفيقة وصلت جديدة من الشام، حاملت لي علبة كعك العيد عملت لي إياه أمي مع ألف سلام. موعدنا كان الساعة 3 بميدان تقسيم، لنكرر المشوار اللي حكينا لكم عنه أنا وياها. وأنا طالعة من بيتي بيركض من وراي ابن جيراني بسرعة، بيقع على الأرض وبيجرح حاله شوي، بقعد معه لحتى هديه وعانقه وبيسرقني الوقت. ولما انتبهت حسيت لازم استعجل أكتر لأقدر وصل بسرعة. تأخرت 3 ساعة عن موعدنا، وأنا عم أعتذر عن تأخيري بيختفي صوتي تماماً وبيطير الحمام والناس بلشت تهرب والدخان عبى المكان. تفجير إرهابي استهدف عروس اسطنبول، ارتقى بسببه 6 شهداء. أخذت ابتساماتهم الأخيرة جزء من روحنا معهم للسماء. تاني نهار ومن الصبح بكير رديت نزلت على الساحة ومشيت بشارع الاستقلال وهديت وردة لأرواحي اللي راحوا بمزارهم الرمزي يلي تزين بأكثر من 1200 علم وطني.
عروستنا حنت إيديها وكملت عرسها وتجاوزت يلي صار. وتذكرت مقولة بعدين رح أحكي لكم عنها: Cities always survive. الله يرحم كل ضحايا الإرهاب ويشفي الجرحى ويمسح بإيده الرؤوف على قلوبنا جميعا، عسى يعم السلام بالعالم كله. وهلأ رح نطفي المايك لتبلش رخاء بالميكساج، على أمل نروح معكم بكزدورة جديدة. معي أنا إيمان مخلوطة، أنا رخاء الحرش. تكتب لنا ياها كندا العمود. تابعونا على منصات البودكاست أبل وجوجل بودكاست، سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب. إذا عجبتكم الحلقة حطوا لنا نجوم على أبل بودكاست وكتبوا لنا رأيكم وملاحظاتكم، واعملوا اشتراك بالقناة على التطبيق يلي عم تسمعوا منه الحلقات حتى تصلكم كل حلقاتنا. لو حبيتوا تدعمونا على موقع باتريون بتلاقوه بوصف الحلقة، ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع رفقاتكم وأهلكم وكل من حابب يزور تركيا. سلام سلام سلام. كسدورة بودكاست سياحي نستكشف فيه أسرار جنة الأرض تركيا.